واصلت القافلة الطبية بقرية العزبة بمركز منفلوط التي أطلقتها مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط أعمالها لليوم الثاني على التوالي. ضمت القافلة جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا مع صرف العلاج مجانا. تأتي هذه القافلة لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث وقعت القافلة الكشف الطبي على حوالي 2000 مواطن في 10 تخصصات طبية خلال يومين، كما أصدرت عددا من قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير القادرين. حياة كريمة أفادت ناس كثيرة خالص، احنا بنكشف على الأقل 1000 واحد في اليوم، فالمواطن بيستفاد من كل الجهات من كل ناحية، يعني بيستفاد ان في دكتور استشاري كبير بيشخص له الحالة، مش امتياز ولا نايب، بيشخص له الحالة وبيدله ان يعمل ايه، دي هياخد علاج، لا دي هيعمل عملية. احنا هنا دورنا ان احنا بنصرف العلاج للمريض بعد مراجعة الأدوية اللي موجودة معاه في التذكرة من قبل الطبيب، بنشوف الأدوية متوافقة مع بعضها او متوافقة مع الحالة ولا لا، وبنشوف التعارضات بتاعتها والتحاليل المطلوبة ليها هل اتخذت ولا لا، وبنفهم المريض قبل ما ياخد العلاج هو هياخده ازاي والطريقة اللي هيتعامل بيها مع العلاج ايه.